انا جيت هشام. اتجوزته. اتجوزته طبعا. امال؟ وخلفنا ولد وبنت زي القمر، نادية الكبيرة وسليم. مش سليم، سليم. اوكي، مبسوطة جدا جدا. اصل الواحدة مننا عايزة ايه اكتر من كده؟ ولا حاجة. وطبعا في المنغصات العادية بتاعت الحياة اليومية. انا مش فاهمة ليه عيد ميلاد حفيدي يتعمل عند جدته تانية مش عندي. تاني صغير حبيبتي، ربنا يخليها لي. موجودة طبعا. هتروح فين؟ موجودة مامتي حبيبتي، مامتي، علشان هشام ما بيعرفش يقول لا لمامته.